أهلا بكم وأبراج هذا اليوم الاثنين الموافق الرابع من آذار مارس 2024، طبعا القمر في برج القوس بدرجة 22، مع ظهيرة هذا اليوم يبدأ يفقد تأثيره لصالح برج الجدي، وأيضا الاقتران لا يزال في أوجه مع زحل، أشعة الشمس وعطارد، وأيضا الاقتران أيضا مع المشتري وأرونوس في برج الثور. ولدينا مولود هذا اليوم يحمل خارطة رقمية 476، قوة تحليلية يملك هذا المولود مع فرص كثيرة للتغيير، يستطيع القيام بتغييرات، هو منظم أيضا صامت هادئ، بالتالي علينا أن نهتم بهذا المولود كثيرا. إذن أصحاب برج الحمل هذا اليوم نبدأ بالشعور يعني تدريجيا مع ظهيرة هذا اليوم أو عصر هذا اليوم بالرتابة بالروتين، يقل اهتمامنا بمتابعة الأشياء لأنه قد نشعر بتعب بدني، وهذا شيء طبيعي جدا نتيجة الخارطة الفلكية. الثور على العكس تماما يزداد اهتمامنا بالأشياء المهمة في العمل في المال، وأيضا لا يفضل أن نؤجل أعمالنا لهذا اليوم، بل يعني نمنحها فرصة أكبر. أيضا ربما هناك من يشعر أن هناك من يتمرد عليه شريك العاطفي، لذلك هذا اليوم لا يفضل الرد بسلبية تجاه هذا الموضوع. أصحاب برج الجوزاء اليوم نشعر أن هناك تناقض، هناك تقلبات في شخصيتنا الداخلية، ربما نشعر أنه لدينا رغبة في القيام بعمل، أو لدينا رغبة بالسفر، أو لدينا رغبة في أن نجلس في أماكننا، وبالتالي هذا شيء طبيعي لأنه الآن الزاوية في حالة غير مستقرة، وبالتالي علينا أن ننتبه لهذه النقاط. أصحاب برج السرطان هذا اليوم نتعرض للكثير من الأفكار الغريبة، كثير من أصحاب برج السرطان هذا اليوم سيشعر أن أفكاره غير ليست جيدة أو ليست مفهومة أو هي غير واضحة، وربما قد لا تصل في مصلحة الهدف اللي يبغي أن يصل إلى، لذلك شيء طبيعي، لذلك لأنه التحرك بين الزاوية السادسة والسابعة قد يمثل هذا التناقض الفكري والنفسي تحديدا. أصحاب برج الأسد اليوم الأجواء تضعنا أيضا في زاوية صعبة، ربما ننتقل إلى حالة من الفرح إلى ربما الوجوم، أو أنه لدينا هذا اليوم نوع من الأحزان، لكن لا يرافقها شيء بقدر ما أنه مزاجنا بدأ يتأثر من هذه الذبذبة، وعلينا أيضا أن نتأقلم مع هذا الموضوع. طبعا هو ليس لأكثر من يوم. أصحاب برج العذراء اليوم يمكننا ونستطيع القيام بسعي حثيث جدا في مجال المال الأعمال، اليوم قد نبدو ايضا بارزين امام يعني في مجتمعنا في اماكن حضورنا، اليوم نستطيع القيام بتعديل وان كان بسيط هذا التعديل، اذا الاجواء تبدو جيده في هذا الاتجاه. اصحاب برج الميزان اليوم ايضا مع ظهر هذا اليوم نشعر ان هناك رتابه في اوضاعنا، ونحن بحاجه ان نبتعد عن الاخرين، نبتعد عن الجدل، وان نحافظ على صحتنا، الانتباه الى نوعيه طعامنا، إذا كنا نقود مركباتنا على أماكن بعيدة علينا هذا اليوم أن ننتبه إذا كنا متعبين في هذا الاتجاه. أصحاب برج العقرب السفر، العلاقات، الاتصالات، رغبة التغيير قادمة، فرص الارتباط قادمة، وأيضا لدينا فرص كثيرة في مجال العلاقات الاجتماعية مع الآخرين. أصحاب برج القوس مهنيا هذا اليوم وماليا بحاجة إلى مراجعة ربما طريقة عملنا أو طريقة إنفاقنا أو طريقة ربما تعاملنا مع الآخرين، وأيضا البعض ربما قد لا تنفع فرص السفر هذا اليوم تحديدا، لذلك انتبه لهذه النقطة. أصحاب برج الجدي نبدو بمظهر جذاب ويغلب علينا التفاؤل هذا اليوم، وننشط في تحركاتنا، وأيضا تبدو مشاعرنا واضحة جدا مع الآخرين ومع المحبين، إذن فرص إيجابية ومميزة لدى أصحاب برج الجدي هذا اليوم. الدلو قد نبدو بحالة من التعب، بحالة من الإرهاق، وأيضا قد لا نستطيع إجراء تعديل أو تغيير، وقد نطالب بمصروفات فائضة، لذلك علينا أن نحتفظ بقوة أعصابنا والسيطرة على مشاعرنا هذا اليوم، وأن لا نتواجد في أماكن مزدحمة ونحن أحمل أشياء ثمينة. أخيرا أصحاب برج الحوت أيضا راح يمر الوقت سريع وإيجابي تحديدا لكم خلال هذا اليوم، أكيد الله أعلم بذلك. مشاهدينا عودة للزملاء لكن بعد الفاصل.